اختم بالقاعدة الفقهية، قاعدة ابقاء تصحيح العقود ما امكن، تصحيح العقود ما امكن، تصحيح العقود ما امكن تدخل في مسائل النكاح والمعاملات فهذه هذه قاعده من الاهميه بمكان، هذه قاعده من الاهميه بمكان. لما؟ لان هذه القاعده توافق مقاصد الشريعه، توافق النظره المقاصديه للشريعه، لان افساد العقود فيها فساد ذات البين، وفساد ذات البين يعمل الشرذمه والتفرق في الامه، وهذا مضاد ومخالف لمقاصد الشريعه. لذلك نحن نقول بأن إبقاء العقود ما كانت فيها كثير من الأمور والحكم التي توافق مقاصد الشريعة، فيها أولا صح ذات البين، فيها توافق المسلمين، فيها أيضا في هذا الباب تبادل الثقة عندما يتمسك الإنسان بالعقد، فلا يكون في صورته متلاعبا أمام الآخر. نعم. وأيضا فيها حسم المادة وسد الذريعة من النزاع بين العلماء، وسد وإفشاء النزاع بين أهل الإسلام. إمكان تحقيق العقود ما أمكن، هذه تنفع وتصح في الشروط التي تكون شروط فاسدة مع صحة العقود. يعني إن كان الشرط فاسد والعقود قد صحت وفيها شروط فاسدة، فالشروط الفاسدة هذه قد قسمها العلماء إلى قسمين: شروط ترجع على العقد بالبطلان، استغفر الله، شروط ترجع على العقد بالبطلان، وشروط لا ترجع على العقد بالبطلان. عند الشافعية والمالكية الشروط التي ترجع على العقد بالبطلان هي الشروط التي في ذات العقد، كشروط الربوية والشروط التي تخل بركن من أركان العقد، قالوا يرجع على العقد بالبطلان. وهذه الشروط حتى ولو كانت مؤثرة فإن الأحناف والحنابلة مالوا معهم في بعض الشروط، ليس في كل الشروط، أنهم يفرقون بين ما كان ركنا وكان شرطا، أو بين ما كان من الأركان وما كان من الشروط. وأيضا قالوا بأن هذه الشروط حتى ولو كانت شروط متعلقة بذات العقد فإننا يمكن أن نصح العقد ونزيل هذه الشروط، كالشروط الربوية مثلا في العقود، كالفيزا كارد اللي فيها شرط أن تشتري بها وإن تأخرت ما في شيء إلا تأخرت على الدفع 3 شهور فأنت تزيد عليك الفائدة، فده شرط ربوي. فهنا الأحناف والحنابلة ماذا قالوا؟ قالوا إن استطعت وغلب على ظنك عدم الوقوع في هذا الشرط الربوي لك أن تعمل بهذه الفيزا، يعني تعمل بهذا العقد. وأيضا لو كما نرى بقى الأشد من ذلك، وده الحنابلة خلفوا فيها، كنكاح الشغار. فالأحناف قالوا عقد النكاح قد تم، هو زوجه ابنته عن أن يزوجه الثاني ابنته، ونكاح الشغار عندهم هو خلى من العقد من المهر. فقالوا إذن العقد باطل، نعم النكاح باطل، لكننا نصححه بأننا نقول عليك مهر كذا وعليه مهر كذا. فألغوا سبب فساد العقد، وهنا عملا بالقاعدة تصحيح العقود ما أمكن. وهذه مسألة صراحة مسألة الأحناف كفتهم راجحة في هذا الباب، لولا أننا نخشى من التساهل فيه لقلنا بهذا في كل العقود، لكننا لا نقول به في كل العقود، نقول في بعض العقود وبعض العقود لا نقول به، كلها خارجة عن القرائن المحتفة. وهذا كنكاح المتعة ونكاح وأيضا كنكاح الشغار وأيضا نكاح الأختين ونكاح بغير ولي. يعني هم يقولون لو تنازلنا مع الجمهور بنكاح غير ولي نصححه بأنها تتصل تقول تزوج شغلها مبارك فيك يا بنتي، انتهى الموضوع، صح على العقد بذلك. كما قلت صراحة لهم وجاهة قوية جدا في هذا الباب، لكننا لا نقول بأكثريته ولا نقول بغالبه، ولكننا نحقق القرائن حتى نقول بتصحيح العقود ما أمكن في هذا الباب. بهذا يكون الله قد أتم لنا جميع الدروس، جزيتم الجنة وأحسن الله إليكم.